ما إن صدر نظام الأبنية الجديد في الأردن حتى جوبها بانتقادات كبيرة من المستثمرين في قطاع الإسكان، فالنظام حدد الكثافة السكانية معيارا للسماح ببناء شقق سكنية، كما اشترط مواقف للسيارات وترك مسافات بين الأبنية لغايات التهوية، وهي ضوابط دفعت مستثمرين في قطاع الإسكان إلى الاحتجاج على إقرارها. راح يكون هناك أزمة سكن بالتأكيد، لأنه الآن في أكثر من 3000 شركة إسكان بتنافسوا لتقديم هذه السلعة، عندما قل عددهم راح يكون في المنافسة قليلة، وبالتالي راح ترتفع الأسعار بالتأكيد. لكن الجهات المختصة تقول إن نظام الأبنية أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على جمالية العاصمة، كما أن مواد النظام الجديد عالجت السلبيات المرورية وارتفاع الكثافة السكانية، وهي مشاكل تؤرق عمان وساكنيها. النظام الأبنية الجديد اللي صدر ويعتبر ساري المفعول من 1/5/2018 أصبح ضرورة من الضرورات، لأنه أي مدينة بالعالم تنمو، في زيادة سكانية طبيعية بتحصل، وبجوز بعمان في للوضع الإقليمي المحيط في لاجئين وضيوف وزوار كثير المدينة. تجاوز عدد سكان عمان 4 ملايين نسمة، وهو رقم كبير يزيد من الضغوط على البنية التحتية، فكان لابد حسب بعض الخبراء من إيجاد حلول لضبط عملية البناء. لم تعد عمان تحتمل المزيد من الاختناقات المرورية والازدحامات السكانية، فالمشاكل استعصت على الحل وفقا للمعنيين، وكان لابد من نظام أبنية جديد يعالج تلك المشاكل ولو على المدى البعيد. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.